حتى بنقدر نقول المردود الإيجابي من الزيارة ومن القمة اللي تم عقدها، التأكيد على الدور المصري، التأكيد على الثوابت المصرية، التأكيد على الرؤية المصرية في لابد من إقامة يعني من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. أعتقد دي واحد من الحاجات اللي تم طرحها وتم التأكيد عليها أثناء القمة. تمام يا فندم، يعني ده موقف مصري معلن ودايما مصر بتؤكده في كل مناسبة، لكن أعتقد أن مصر بترى الآن أن الأولوية القصوى هو وقف العدوان الإسرائيلي، ويكون هناك ربط بين وقف هذا العدوان والأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت اتفاق على من سيدير قطاع غزة. وسواء وهنا عندما نتحدث عن إدارة قطاع غزة هو في ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول حق الإدارة، الإدارة المحلية. العنصر الثاني حضرتك هي الترتيبات الأمنية. ثم العنصر الآخر الثالث هو إعادة التعمير وتمويل إعادة التعمير. ودي مسألة حضرتك لن تتم إلا بعد ما ضمان إنه إسرائيل لن تهاجم قطاع غزة مرة أخرى، لأنه كما تعلمين حضرتك أنه هل في حاجة اسمها كده سعادة السفير؟ هل هناك ضامن فعلا ألا تهاجم إسرائيل قطاع غزة تاني؟ طبعا ما فيش ضمانات، لكن الدول المانحة والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والمؤسسات التمويل الأوروبية لن تضخ أموال لإعادة التعمير في قطاع غزة إلا إذا كان حضرتك في تعهد جدي ضمان إن لأنه اللي حصل إن حضرتك خلال الحروب الأربعة الماضية اللي شنتها إسرائيل على قطاع غزة من 2008-2009 وحتى 2021 كان بيتم جزئيا إعادة بناء ما هدمته القوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن كما رأينا حضرتك من 7 أكتوبر تم تدمير تقريبا حق ما بين 60 و70% من المباني ومن بنى التحتية، لدرجة أن الأمم المتحدة قالت أن في مباني دمرت بالكامل وفي مباني دمرت جزئية. لكن الأخطر في الموضوع أن المستشفيات تم يعني المستشفيات تقريبا حضرتك يعني خارج الخدمة غالبيتها، وكذلك المرافق الحيوية. وبالتالي ديت ودي الرؤية المصرية ومصر بتعمل على ذلك، ويعني في أقرب اتصال بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على ضوء نتائج جولة البلينكن. مصر هتعيد التأكيد على كل هذه الأمور.